ضجة كبيرة عملها الملياردير إيلون ماسك عامن أمس، عنوانها لوجو تويتر. أصلاً طبعاً هو دائماً يعني عامل ضجة وجدل بقراراته من وقت أصلاً ما استحوذ على تويتر إلين اليوم. لكن كالعادة إيلون ماسك قبل أي قرار بياخده بيفاجئ متابعينه باستطلاع رأي وبيسألهم عن رأيهم، زي ما عمل وقت ما سأل الناس عن حل الأزمة في أوكرانيا وعن بقائه كرئيس لتويتر. طيب المهم، أمس والناس قاعدة في أمان الله نشر إيلون ماسك استطلاع رأي، سألهم عن رأيهم في تغيير لون المنصة بين الأبيض أو الأسود، والإجابات أغلبها كانت مع اللون الأسود. لغاية هنا كانت نص الصدمة. الصدمة كاملة عاد جات في تغريدة بعدها قال ماسك فيها: قريبا رح نودع العلامة التجارية لتويتر وتدريجيا كل الطيور. يعني ماسك جالس بيقول للمغردين انه العصفور الازرق شعار المنصة واللي اسمها اتاخذ من صوته في طريقه الى النهاية خلاص، وتويتر حيكون له شعار وعلامة تجارية جديدة. هنا طبعا عاد بدأ الجدل وانقلبت الدنيا، يعني ما ظن في احد يقدر يتخيل تويتر من غير العصفور يعني، وكثار فكر ماسك بيمزح. لكن الموضوع تأكد لما نكمل وقال لمتابعي: إذا وصلني لوجو كويس للشعار أكس الليلة فبكرة رح نعتمده وحول العالم. يعني نقدر نقول مسابقة عن أجمل تصميم، وما يحتاج أقول لكم طبعا عن كمية الردود أو العروض اللي وصلت للوجو وللوجو حرف الأكس تحديدا، وأغلبها متبوب عليه صراحة. وطبعا كل العروض هذه يبدو انه في من بينها عرض واحد عجب ماسك وعمله ريتويت. علاقة إيلون ماسك بالأكس معروفة يعني من زمان، فعنده شركة الشهيرة طبعا سبيس أكس، وفي سيارات تسلا اللي هو مؤسسها وصاحبها في موديل أكس. ولما اشترى تويتر غير اسم الشركة من تويتر إنك إلى أكس كورب، واسم آخر أولاده معادلة يعني كده غريبة لكن بدايتها أكس، وأصلا بينادوا للولد هذا أكس. وماسك نفسه سخر من الموضوع في تغريدة فيها صورة له وقال كده ساخرا: ما أعرف كيف عرفته بهذه البساطة إني بحب بالعكس. تغيير ماسك لشعار تويتر وكما هو متوقع عامل بلبلة وتساؤلات ما لها أول من آخر، يعني أولها أو أول وأبرز هذه لأي درجة ممكن يعني تغيير شعار تويتر وأيقونته اللي هي العصفور يعني أثر على العلامة التجارية. احنا حنحاول نجاوب على بعض هذه الأسئلة. معانا من الرياض دكتور سعد الحقيل، رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل. أهلا فيك معانا دكتور سعد. خلينا في البداية يعني نحاول نفهم منك ليش ممكن هذه الخطوة. بسم الله. أول شيء الخطوة هي يعني خطوة متوقعة بناء على الخطوات اللي اتخذها إيلون ماسك من اللحظة اللي استحوذ على تويتر. فلو نحاول نحلل شخصية إيلون ماسك، هو يعني شخصية مبتكرة رائد أعمال يعتمد على بشكل كبير على الابتكار والنيتفنس. يبدو لي من خلال مطالعتي واطلاعي أنه يبحث عن شيء أكبر من تويتر، عن وسيلة تواصل اجتماعي أو بلاتفورم. يبحث عن يسمونه سوبر آب أو داب فور إفريثينج، أيوة، على غرار ويتشات الصيني. فهو الآن يعني إيلون ماسك مر مرحلة جيدة في مرحلة الاستثمارية، في يبغى يبني مجموعة إكس. المفروض تويتر يكون يخدم الهدف الرئيسي له. إذا أنا قرأت توجه له رجل الأعمال هذا، فأعتقد أنه متجه بالشكل هذا. فهو يبحث عن أكثر من بلاتفورم، وأعتقد هذه خطوة متوقعة قربة من هذا البعيد. بس هي يعني خطوة جريئة، فإيش نقدر نقول عن احتماليات النجاح والفشل؟ حسيت من كلامك كأنك مرجح احتماليات النجاح. الحقيقة هي جريئة بالعام، مش جريئة على الكاركتر اللي يمتاز فيه إيلون ماسك. هو شخص جريء ما في حدود، آراء دائما يعني
خلينا نقول بعيده عن الافرج اوت اوف ذا باوندريز، خارج ما اعتقد الصندوق يعني دائما. نعم، واعتقد انه هو يعني الخطوه متوافقه مع العقليه اللي يدير فيها ايه استثماراته. من وجهة نظرك ناجحة حتكون؟ ما اقدر احكم، ولكن هو بالفعل حيخسر علامه تجاريه كبيره اسمها تويتر، اللون المعروف كل مكان بالعالم، اكثر من تقريبا 400 مليون يوزر اكتف، اغلب المسؤولين الحكوميين ورؤساء الدول يملكون حسابات في الايدنتيتي او البراند او الاصل هذا الكبير، اكيد لها قيمه كبيره، حيخسره. لكن متاكد انه هذا رجل اعمال ويبحث عن شيء يمكن ابعد من كذا، فهي نتخطى حيكون فيها اضرار وحيكون فيها ارباح، ولكن اذا كان واعتقد عنده خطه واضحه كيف بيتواصل، يعني كيف هم بيعملوا بيوضحوا للمستخدمين للناس الاضافه الجديده اللي ممكن يحصل عليها، الشعار الجديد، اعتقد الاكس يعني قصه الاكس ان هذه بلا نهايه تدل على الانوفيتف. قطعا لما ناظر تويتر كمنصه الكترونيه كانت تتكلم عن منصه اجتماعيه الى حد ما، اخبار سياسيه، قد يكون الشخص هذا يبغى يعني يسوي ريبراندنج او اعاده الهويه بحيث انه ياخذ المنحنى طيب، اخر. هل سبق في مثلا شركات نعرفها انه فعلا بعد سنين طويله من خلاص يكون عندها اسم او شعار وعلامه سوقيه معتبره في السوق لها قيمتها قامت بهذا التغيير ونجحت؟ طبعا انا بس خليني اكمل اجابتي الاولى، تغيير الشعار امر خطير جدا وخساره اكيد مؤكده ماليه، اي ما اقول انها جيده، ولكن اقول في شركات وفي قصص كثيره للفيليرز او الفشل، من جاب الى بيبسي الى تروبيكا الى ماستر كارد، شركات كبيره ضخمه، ولكن لما يعرف الناس المستهدفين او الشريحه المستهدفه اسباب التغيير اعتقد ان السوق يعني يتقبلها. ولكن ابغى اقول تيك توك على فكره بدا ميوزيكلي، ايوه الناس ميوزيكلي بعدين تحول الى تيك توك، وكان تيك توك انطلاقه يعني الى منصات ابعد واكثر. انا اقول احنا قاعدين نترقب التغيير، اكيد مكلف واكيد خساره العلامه التجاريه والمعرفيه وانتشارها لها قيمه، ولكني اعتقد قراءتي الشخصيه انه يبحث عن ابس فور ايفري ثينج، التطبيق يقدر يخلي الناس تتكلم عن آرائها، تشتري تبيع فيه، ترسل صور، يعني تعمل شغلات أكثر من اللي قاعد يقدمها تويتر الحالي. هذه قراءتي الحقيقة للمشهد الحالي. طيب، لما يكون مثلا الآن إذا هو أقدم على هذه الخطوة والتغيير هذا خلاص يعني أصبح قادم لا محالة، يعني كيف يقدروا يعني كشركة يساعدوا الناس على تقبل الهوية الجديدة أو التغلب على التغيير هذا الكبير؟ طبعا يحتاج خطه واضحه، خطه براندنج ماركتنج كوميونيكيشن واضحه، خطه تسويقيه كبيره، ميديا، مساعده مشاهير، يعني زي ما انت تفضلتي اليوم وتكلمت في مقدمه تويتر اساسا يعاني من جيلون ماسك، حط تغييرات جذريه وسريعه، اشتراكات، وقف الدي ام او الرسائل المباشره، فض اشتراكات، هو قاعد يركز الان على بيع الديتا او المعلومات الموجوده او السوشيال ليسننج للشركات، يحاول ياخذ السبسكريب، يحاول يعدل الريفينيو المالي حق، يعني ما اعتقد انه يدخل ايه ربح ايه 44 مليار رقم كبير جدا دولار، فما اعتقد انه يعني قاعد يعمل الشغلات هذه بناء على انطباعات شخصيه، ولكن هو الكاركتر حقه مثير للجدل، ولكن اعتقد وراء الكاركتر هذا اكيد في فرق عمل تشتغل وفي اكسبرت، ولكن لابد يظهر بالكاريزما هذه. ايه صح، هو الوجه التسويقي للمشروع، وهو اشهر شخصيه والاكثر متابعه حتى على منصته اللي اصبح بيملكها. نحن بنشكرك على هذه المداخله، كان معنا من الرياض دكتور سعد الحقيل رئيس قسم التسويق في جامعه الفيصل، شكرا لك.